طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافة الرياضية، والحقيقة أنا معايا أربع مانشيتات عايزين نعرف التفاصيل المتعلقة بيهم، وده اللي هنعرفه حالا وعبر سكايب من خلال وجود الناقد الرياضي الأستاذ صبري سراج معانا. أستاذ صبري صباح الفل عليك وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير يا أستاذ كريم، وصباح الفل على كل الأهلاوية. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله خير الحمد لله. الحمد لله. بص يا زعيم، احنا دلوقتي معانا اربع مانشيتات، هستاذنك ان احنا نبتدي بالوطن سبورت والعنوان الرئيسي فيها رياضيا طبعا، اربع مستفيدين من التوقف الدولي في ليفربول ابرزهم محمد صلاح. ده المانشيت، وسؤالي لحضرتك، شايف انت وجهه نظرك في ايه مدى استفاده محمد صلاح من فتره التوقف الدولي؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه، هل شايف ان الوديتين اللي هيشارك من خلالهم محمد صلاح مع منتخب مصر ممكن يبقى لهم اثر طيب وايجابي عليه فيعود مره تانية لليفربول بوضع افضل نسبيا؟ هو الاستفاده طبعا ان هو مبدئيا يبعد عن الاجواء المشحونه والمضغوطه في ليفربول، الاوضاع مش افضل حاجه والنتائج مش ما كانتش جيده مع بدايه الموسم، ففي حاله كده من الـ الاحباط يعني مسيطره على النادي هناك، فهو فرصه يغير جو ويبعد عن الاجواء دي. هيبقى قدامه وديتين سهلتين نسبيا لمنتخب مصر، فرصه ان هو يستعيد حسيته التهديفيه، لان هو مش ماشي بنفس المعدل بتاع السنين اللي فاتت، وبالتالي بقى في جاب كبير بينه وبين هالاند. ده مش هقول ان هو هيحبط صلاح، انما يعني شخصيه صلاح بتقول لا، ان صلاح هيجز اكتر وهياخد الايام بتاعه التوقف الدولي دي فرصه كده اللي هو ايه، عارف، عشان يقدر ينطلق مره تانية. قد يكون اللي حاصل ده ما احبطش صلاح، لكنه الى حد كبير احبط محبي وعشاق محمد صلاح. وبالمناسبه، انت شايف ان اللي حاصل مع محمد صلاح في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، هل لان في حاجه استجدت نتج عنها ان هو ما بقاش بيهدف زي الاول، ولا نتيجه ان بقى مطلوب منه دلوقتي حاجة تانية غير اللي هو كان بيعملها؟ يعني بقى كان الأول محمد صلاح الفينيشنج غالبا ما بيكون عنده، لكن دلوقتي بقى مطلوب منه إلى حد كبير صناعة الفرصة، فده أكيد بيأثر بالسلب على تهديفه هو شخصيا. بالظبط، هما الحاجتين، الحاجة الأولانية ظروف الفريق، سواء برحيل ساديو ماني وعدم تعويضه بلاعب بنفس المهام، أو إصابة حتى في الفترة اللي كان مصاب فيها تياجو أليكانتارا، كان مؤثر جدا على نص الملعب. احنا شفنا الأداء بتاع ليفربول بدأ يتحسن من الماتش اللي فات لأن تياجو كان موجود، صحيح مش بكامل حمولته الفنية والبدنية، إنما وجوده 90 دقيقة فرق كتير جدا مع ليفربول، وفرق مع صلاح نفسه لأنه بقى أقرب للجول وسجل. صلاح من أول الموسم بيلعب كجناح صريح، ما بيقربش من الجول قوي، وبمهام دفاعية أكبر. صحيح. كل ده أثر على تواجده وعلى حضوره التهديفي. أظن مع عودة دييجو جوتا اللي هو واحد من الأربعة المستفيدين من التوقف الدولي، لأنه برضه كان مصاب لفترة، فعنده فرصة إن هو يلعب ماتشين مع منتخب بلاده ويستعيد بيهم يعني كفاءته الفنية والبدنية عشان يكون متاح لليفربول. دييجو جوتا هيوفر حل هجومي كويس لليفربول ومتنفس كمان لصلاح، لأنه برضه هداف وبرضه بيقدر يقدم فينش كويس قدام الجول، وفي تعاون بينه وبين صلاح من السنة اللي فاتت كان كويس جدا. فأعتقد إن الفترة الجاية مع عودة المصابين لليفربول الوضع هيتحسن بشكل كبير يعني. جميل. طيب ده اولا. ثانيا، بالنسبه لي يلا كوره، العنوان بيقول وكنا لسه بنتكلم عنه من شويه، الخارق هالاند، لعنه كلوب، صيحه تين هاج، رقم قياسي وسر ذهبي في البريمير ليج. ده العنوان وهم مقسمينه كذا جزئيه. انا سؤالي لحضرتك، يعني عايزين نعرف يعني تقييمك ورؤيتك للي حاصل في النسخه دي تحديدا من الدوري الانجليزي، وفي رايك ايه سبب اخفاق ليفربول، وماذا تتوقع لهالاند في الايام القادمه؟ هي مجموعه اسئله الحقيقه مش سؤال واحد. تمام. هو الدوري الانجليزي طبعا يعني دايما دوري، هو الدوري رقم واحد في العالم ودوري المتعه، واي كلام يتقال عن مدى قوه هذه المنافسه ومدى مفاجاتها دايما لينا، سواء بنتائج او بفرق بتكون معرضه للانهيار وفجاه نلاقيها بتعمل ريمونتادا وتنطلق من اول وجديد، نشوف فرق ليها باع او في السنين الاخيره قدمت اداء جيد، السنه دي بنشوفها منهاره زي ليستر مثلا. يعني دايما الدوري الانجليزي الحقيقه فيه جديد. الجديد السنه دي طبعا في انهيار لفرق ما كانش متوقع ان هي تنهار، ومنهم ليفربول ومنهم ليستر على وجه التحديد يعني. وكمان في فرق
بدأت بداية متعثرة جدا زي مانشستر يونايتد مثلا، والكل قال ان تين هاج مش هيعمل حاجة، والفرقة يعني بالشكل ده يعني مستقبلها يعني مجهول وغير واضح المعالم ومن سيء لأسوأ. ثم انطلاقة عظيمة بعد كده مع برضه مع نفس المدرب تين هاج، وبعد ما خسروا أول ماتشين لعبوا حوالي خمس أو ست ماتشات، بعد كده خمس ماتشات كسبوا منهم أربعة وتعادلوا واحد وبدأ كويس جدا. فالفرقة تحولت تحول كبير، في حين ان فرق تانية بدأت برضه بدايات متعثرة. ليفربول مش نتائجه سيئة وعنده مشاكل في السكواد بتاعه لانه ما عوضش اللعيبة اللي رحلت، وعنده مشاكل في خط النص كان اقترح على كلوب ان هو يدعمها وهو رفض، وده أثر بالسلب وهو الراجل اعترف بالخطأ ده يعني. بالنسبة لهالاند، فهالاند يعني احنا كنا متخيلين طبعا هو لعيب كويس جدا، سنه صغير صحيح لكن هداف كبير يعني. طبعا قلنا برضو هياخد شويه وقت على ما يتاقلم مع البريمير ليج، لكن الراجل ما احتاجش وقت يعني. ما كدبش خبر ده، فاضل شويه يعني ويطير في الملعب يا اكسلاند. يعني بالظبط هو تقريبا طار يعني، هو بيعمل حاجات مش منطقيه وارقام غريبه جدا. صحيح يعني فهو فرود او نموذج للمهاجم الحقيقه يعني. طبعا طبعا عشان تقعد حتى تعدد تقول هو مميز في ايه عشان تطلع له ميزه او اثنين، لا انت هتلاقي اكتر من صحيح ميزه واثنين وثلاثه واربعه يعني. حاجه مهاجم من طينه الكبار ده هيبقى من، لو استمر بالشكل ده الحقيقه هيبقى من اعظم اللعيبه اللي جابهم التاريخ يعني. صحيح صحيح صحيح. طيب نروح معاك للرياضيه، والعنوان فيها بيقول المنشطات تحرم كيتا من المونديال، وانا سؤالي لحضرتك في رايك ما مصير كيتا حاليا بسبب ازمه المنشطات اللي هو واقع فيها؟ كيتا بالدي لاعب سبارتاك موسكو تعرض للايقاف بسبب، هو مش معلوم الحقيقه بسبب تناول منشطات ولا لا، لانه بيقولوا ان العينه بتاعته كانت سلبيه، لكن في الاجراءات يعني هو تقريبا يعني الموضوع مش مفهوم قوي، لكن هو تعرض للايقاف لحد 5 ديسمبر، 5 ديسمبر ده اللي هو مع بدايه تقريبا دور الثمانيه في كاس العالم. فده غالبا هيكون بنسبه يعني ممكن نقول 95% او اكتر مش هيكون موجود في قائمه السنغال في كاس العالم. ضربه كبيره ليه وضربه كبيره طبعا لمنتخب السنغال، وواحد من اللعيبه من لعيبه خط الهجوم المهمين للمنتخب السنغالي طبعا. بس لو التحاليل اثبتت عدم تلقيه لاي منشطات، طيب ما هو لو في خطا في الاجراءات هو ذنبه ايه في الحاله دي؟ هي التحاليل اثبتت اصلا ان هو ما فيش يعني ايقافه مش بدعوى تناول منشطات. حلو. امال الحقيقه ان التقرير اللي كان طالع الحقيقه مش واضح قوي، لكن هو بيقول ان هو عمل مشكله في الاجراءات. ايه هي طبيعه المشكله لسه مش معلومه، غامضه النقطه دي الحقيقة. لان حتى التناول المنشطات ما بيكونش ايقافه 3 شهور يعني، بتبقى مده اطول من كده. فهو واضح ان هو عمل مشكله ما فمع الجهه اللي هي بتحلل المنشطات، فبالتالي تم ايقافه 3 شهور لحد 5 ديسمبر، وده بنسبه كبيره جدا جدا جدا، لان السنغال حتى مش متوقع ان هي تكمل يعني، وصولها لدور الثمانيه هيكون مفاجاه طبعا كبيره، مش متوقع ان هي تكمل بعد كده. فما اعتقدش ان هو هيكون متاح لمنتخب السنغال يعني، ما اعتقدش ان هم هيضحوا بمكان في القائمه عشان يستفيدوا بكيتا بالدي في المباريات اللي بعد كده، اللي بعد دور الثمانيه يعني. طيب واخيرا وليس اخرا، من خلال موقع صدى البلد العنوان بيقول رابطه الدوري الايطالي تعلن ايقاف دي ماريا لمباراتين، فهل غياب دي ماريا هيأثر بالسلب اكتر على يوفنتوس اكتر من اللي حاصل معاهم؟ يعني هو يوفنتوس مش ناقص الحقيقه، يوفنتوس من اول الموسم بيقدم اداء سيء جدا، ما يعني ما كانش حد متخيل ان البدايه تكون بالشكل ده. تقريبا هم حاليا في المركز الثامن في الدوري، انخيل دي ماريا المفروض ان هو بالنسبه لهم صفقه كبيره، لعيب صحيح جاي فري انما اسم كبير جدا، وكان منتظر ان هو يكون اضافه فنيه كبيره لليوفي، لكن اللي حصل ان هو تعرض لطرد مباشر بسبب تعمده لايذاء لاعب المنافس في نادي مونزا، وهم طرد في الدقيقه 40 وهم كمان خسروا الماتش، ثم هيواجه عقوبة بالايقاف ماتشين. فالوضع الحقيقه في يوفنتوس صعب جدا، محدش كان متخيل ان يعني اليجري هينزل بالفرقه للدرجات دي يعني. تدعيماتهم السنه دي هم عملوا تدعيمات، لكن هم دايما الحقيقه بيبصوا على اللعيبه الفري اكتر ما بيبصوا على احتياجاتهم، خصوصا في الفتره الاخيره يعني. ما بيحبوش يدفعوا فلوس قوي، بيدوروا على اللعيبه الفري، حتى لو في لاعب تاني متاح في المركز اللي هم محتاجينه افضل بس هيدفعوا فيه شويه فلوس، لا الواضح ان اليوفي في السنين الاخيره دايما بيدور على اللعيبه الفري وبيجيبهم.
وبالتالي بيجيب لعيبه عاده بتكون سياسه كبيره في السن. الاستخسار دي ما هي سمعت معاهم بالسلب اهو، بقى وضعهم ما يعلم به الا ربنا حاليا. بالظبط بالظبط. هو بالمناسبه يا استاذ صبري، يعني انا عايز اسالك بقى، ده سؤال عام متعلق بالدوريات الاوروبيه بشكل عام، مش بدوري بعينه يعني. هو ايه اللي حصل وايه اللي استجد نتج عنه ان بقى فيه ثوابت كتير اتغيرت؟ يعني في فرق وفي انديه وفي اسماء لعيبه طول عمرها في القمه، بل في قمه القمه كمان، ولكن ما تفهمش ايه الكعبلات اللي تعرضوا لها في الفتره الاخيره، فنتج عنها ان انت دلوقتي ما بقتش حتى من السهل بالنسبه لك ان انت تستنتج مين اللي هيحصل على لقب الدوري في مثلا انجلترا، في فرنسا، في المانيا، في اسبانيا، ايه اللي حصل؟ طبعا في اكتر من حاجه، يعني مبدئيا هي طبيعه الزمن، الزمن دوار زي ما بنقول، والدنيا ما بتثبتش على حال، ففي انديه او في لعيبه، اللعيبه بتتقدم في العمر مثلا، فطبيعي ان هم مش هيقدموا نفس الاداء اللي كانوا بيقدموه من سنين فاتت، مردودهم الفني والبدني وعلى الصعيد الرقمي كمان بيقل، ده طبيعي. كمان موضوع الاستثمار في الانديه في اوروبا غير الخريطه بشكل كبير، طبعا. لان بقى في رجال اعمال سواء من الخليج او من مصر او حتى طبعا. من امريكا، صحيح. الخليج ومصر وامريكا وروسيا يعني في بعض الاحيان، وروسيا بالظبط. فبدا في رجال اعمال يتجهوا ان هم يستثمروا في الانديه ويشتروا الانديه، وعاده بتكون الانديه دي في فترات تعثر، فبتيجي تشهد نهضه كبيره. مانشستر سيتي ما كانش نادي كبير قبل ما الامارات تستثمر فيه، تحول الى اهول او عملاق كبير. نيوكاسل متوقع ان هو يكون على الطريق، استون فيلا كان في الدرجه الثانيه، جاري التجهيز حاليا بالنسبه لنيوكاسل. بالظبط. استون فيلا كمان ما كانش من يعني كان خلاص هبط وفي الدرجات الادنى، وبعدين مع نصيف ساويرس تقدم ورجع تاني وبقى رقم مهم في الدوري الانجليزي في السنتين اللي فاتوا. فالتجربه زي برنتفورد الحقيقه اللي هي احنا محتاجين نبص عليها كتير، والناس اللي اشتغلوا بميزانيه قليله جدا واهتموا بالسكاوتنج جدا، وبالتالي قدروا يكونوا فريق قوي، صعدوا بسرعه من الدرجه الرابعه لحد البريمير ليج وبيقدموا اداء ممتاز وكسبوا فلوس كتير جدا. فالحقيقه ان الاستثمار في كره القدم في السنين الاخيره مش بس في الدوري الانجليزي، في الدوريات الثانيه كمان، وبنشوف في الدوري الفرنسي ايه اللي بيحصل وفي غيره، غير خريطه الكوره، وهتتغير كمان اكتر في السنين الجايه، لان رجال الاعمال بداوا يولوا اهتمام كبير بالاستثمار في الكوره. ادينا بنشوف الخناقه بتاعت توخيل مع رئيس النادي الجديد في تشيلسي، ان هو راجل ملوش في الكوره واول مره يستثمر في الكوره ما يعرفش عنها حاجه، فالراجل قام اقاله. يعني احنا شايفين الخناقه دي كانت ماشيه ازاي في الفتره اللي فاتت. الحقيقه الحاجه اللي يعني ما اعتقدش ان في كتير ممكن يختلفوا حولها، فكره ان الاموال الفلوس يعني بالبلدي الى حد كبير افسدت كره القدم وحولتها من صناعه الى تجاره، وده اكيد انتقص من متعه المشاهده، مفيش شك في هذا الامر. هو يعني انا بظن اكتر ان الاداره هي اللي افسدت الموضوع، يعني الكره مرتبطه بعالم المال ورجال الاعمال، وبقت الاداره مرتبطه بالمال برضو من ناحيه ثانيه. يا استاذ صبري ما تنساش النقطه دي، فكره الاريحيه اللي انت ممكن تتعامل بيها في حال وجود بادجت ملهاش اول من اخر، بتفرق صحيح. عن النادي اللي موارده محدوده وامكانياته ضعيفه، حتى لو كان فريق كبير زي يوفنتوس ما كنا بنتكلم من شويه. طبعا طبعا الاحلام بتختلف والاهداف بتختلف، يعني فرقه معاها ميزانيه كبيره جدا غير فرقه لسه بتكبر، والطموح بيختلف. يعني احنا لما بنتكلم مثلا عن تجربه زي برنتفورد بقول ان هي تجربه مهمه، رغم ان الفرقه مثلا ما خدتش بطوله، انما هي كان ايه طموحها وايه التارجت بتاعها وهي حققته ولا لا بميزانيتها. يعني ميزانيه قليله جدا، هدفنا ان احنا نصعد بريمير ليج، صعدنا. هدفنا ان احنا نقدم اداء كويس ونفضل مثلا في نص الجدول، عملنا كده نكسب فلوس، فده نجاح طبعا. هو كل طبعا. نادي على حق على قد امكانياته وعلى قد الفلوس اللي بتدخل له او صحيح. او المداخيل بتاعته، بيبدا يحدد اولوياته وبيحدد معيار نجاحه هيكون اللي هي بالبلدي كل برغوت على قد دمه. بالظبط. صباح الفل عليك يا استاذ صبري، احنا يعني سعدنا جدا بوجودك معانا في حلقتنا النهارده، وبنشكرك عليه يعني جزيل الشكر. شكرا ليك. كان معانا استاذ صبري سراج عبر السكايب، والحقيقه يعني افدنا وامتعنا بالحوار اللطيف ده معاه.